أخبار اليوم. هذا المؤتمر مهم جدا لأنه المؤتمر بيتكلم عن البترول والثروه المعدنيه والتنميه، والثلاث عناصر هم عناصر اساسيه للتنميه، بالاضافه لأنه اللي بينظم هذا المؤتمر هو معهد فصل البترول، وهو يعتبر من الازرع العلميه المهمه لقطاع البترول في مجال البحث والبحوث الجديده في صناعه البترول. تواجه عديد من التحديات، ما هي افضل هذه التحديات؟ هذه التحديات في الوقت الحالي طبعا الهبوط او الهبوط بتاع سعر الزيت الخام بيقلل في فاتوره الاستيراد، لانه طبعا بينعكس على الشركات العالميه الكبيره في عمليه التصدي لعمليه التنميه والاستيراد، وده بيعتبر اكبر تحدي، بالاضافه طبعا الى تنامي الاستهلاك المحلي، و مطلوب من القطاع انه دائما يوفر احتياجات الاستهلاك المحلي من المنتجات البتروليه. انخفاض سعر النفط يؤثر على استثمارات هو يؤثر بلا شك، لان الشركات الاجنبيه بتعيد طبعا حساباتها في استثماراتها، لانه النهارده انخفاض سعر البترول يؤثر على ارباح، وبالتالي بيحصل نوع من المراجعه للاستثمارات، ففعلا بيحصل تخفيض الى حد ما في الاستثمارات لبعض الشركات. ملف دعم المستحضرات البتروليه والحديث عن زياده اسعار لبعض المنتجات البتروليه، هل هذا لا 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 يوجد في الوقت الحالي تفكير في زياده اسعار المواد البتروليه في الوقت الحالي، لكن طبعا ملف الدعم ملف مفتوح للمناقشه في مجلس الوزراء وفي البرلمان والى اخره، لكن حاليا مفيش اي اعلان عن اي تعديل في اسعار المواد. ما هي الرؤيه المستقبليه لملف دعم الطاقه يا فندم؟ الرؤيه المستقبليه من وجهه القطاع انه لابد ان يكون الدعم يحصل له ترشيد على في السنوات القادمة، بحيث ان يكون المنتج له سعره الحقيقي، علشان يبقى يحصل نوع من ما يعني من ضبط الاستهلاك جوه السوق. ماذا عن زيادة معدلات الانتاج والاستكشافات الجديدة في القطاع؟ هناك طبعا اكتشافات جديدة، اخرها طبعا اكتشاف الغاز تشيرنوبيل اللي فيه حوالي 30 تريليون قدم مكعب، بالإضافة إلى أنه طبعا هناك مزايدات بتطرح بشكل مستمر بهدف زيادة الإنتاج وزيادة الاحتياطي لمواجهة الطلب المحلي على المنتجات البترولية.